General Secretary of CAF. صافي دخلوا دخلوا دخلوا. القدم الساق الواحد. السلام عليكم، معكم حسين شغاغ لاعب المنتخب الوطني وعميد المنتخب الوطني المقترح. الحمد لله اليوم توجت بجائزة أفضل لاعب في المباراة. كنبغي نشكر جميع الزملاء اللي معايا في الفريق واللي ساعدوني باش خديت هذه الجائزة. المقابلة كانت مزيانة، استطعنا أننا نتفوقوا اليوم بسعود. الحمد لله هذه غير البداية، كنطمحوا باش نمشيو لأبعد نقطة في هذا الكأس، واليوم نديو معنا الكأس المغربي إن شاء الله. وكنبغي نشكر كاع عائلاتنا اللي متبعينا واللي واقفين معنا بالدعاوي ديالهم، وإن شاء الله نحققوا لهم الحلم ونجيبوا الكأس المغربي إن شاء الله. Thank you.